الجديد يسعد صباحكم بكل الخير مشاهدينا الأكارم. لفقرتنا الحوارية الثانية لليوم رح نحكي فيها عن الشباب السوري المبدع تماما مثل فقرتنا الحوارية الأولى، لكن هلا خصصناها للحديث عن الفن، العزف، عن الآلات الأصيلة وأهمية تعليم الشباب السوري كيفية العزف على هذه الآلات. معي أحد الشباب السوري المبدع الفنان له مستقبل جد رائع بما يتعلق بالعزف تحديدا على القانون. بدي اسمحوا لي رحب بالعازف جعفر سليمان. صباح الخير جعفر. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، منورنا فريق العمل قناه بريت. اهلا وسهلا فيك جعفر. خليني اعرف منك بالاول، امتى بلشت تعزف؟ هلا انا بلشت من صغري، من بكير يعني اعزف على آلة البيانو يمكن من الصف الاول. حلو. واستمريت لصف الرابع، بعدين دخلت بمعهد العجان. فبمعهد العجان انه في مثل سنه تحضيري، انه هاي السنه مثلا انه بيعلموك عليه علامات ونوط وهيك شغله، وبصير مثلا كل شهر انه ياخذوا الواحد يشوف آلة هيك مثلا يعرفوا على آلة أيوة جديدة. على آلة جديدة مثلا يحبها يمكن او هيك آلات مثلا متنوعة ويختار الآلة اللي بيحبها. فالواحد بس يخلص سنة تحضيري ببلش سنة اولى هون بينقل آلة اللي بيحبها. فكانوا ياخذوني نشوف آلات وهيك، فما حبني كثير عادة. فمرة اخذونا انه آلة نشوف آلة القانون، فحبيتها كثير وحبيت الاستاذ كمان اكثر من البيانو. اكثر من البيانو. حلو. بس بعدك هلا لا بتعرف تعزف؟ بعرف لا. طب شو رايك نبلش البداية بمعزوفة من اختيارك؟ أنا بحب من صغر أعزف لفيروز. حلو. هو فنان فيروز. هو بقتدي فيها من صغر وبعزف تقريبا كل أغانية. فبعزف لها اللي كان عم نطاحون. كان عم نطاحون. تفضل. سلم هديات. هلا العزف عليا منه صعب؟ لا ابدا سهل، يعني اسهل من البيانو واي آلة ثانية حسيت انا. طب ممكن يكون انت عم تقول انه العزف عليا سهل لانك انت تعلمت بالاول على البيانو، ممكن هذا له دور؟ لا ما له علاقة ابدا. بس لا ابدا. يعني مثلا نحن كمان ورجونا انه نتعلم آلات ثانية، انه شفت كل الآلات تقريبا لا حسيت التعلم عليها صعب، اصعب من هي. اصعب من هي؟ اي بكثير. طيب شو اللي جذبك لإلها غير انه يعني انه حبيت هيك، ممكن حبيت النغمة اللي بتطلع مختلفة عن غير نغمات، ربما شكل الآلة؟ حبيت الأستاذ أكثر شيء. أو هو اللي حببك؟ حبيت صوت الآلة كمان. حلو. الأستاذ كثير إنه حباب وهيك مع الطلاب. هلا هو بنسمع كثير هيدي النغمة بالأغاني، ربما حتى بالفواصل، ما بعرف إذا بالفواصل الرمضانية كثير تستخدم آلة القانون، ما بعرف في أدرى. بحسها كثير. هي الآلات لأنه الأساسية بعزف الآلات الشرقية. حلو. بعزف الآلات الشرقية. هلا أي أغنية أنت قادر تعزف نغمت عليها؟ في أي أغنية، بس إنه بدها تدريب شوي. يعني مثلا قد ايه بياخذ منك التدريب؟ بده انه شيء الواحد اللي يتقنها منيح بده شيء ساعه او ساعتين يحفظها منيح. هي بتعتبر بدي طول بدي بسيطه هيدا، يعني كان عندنا طاحون بدك ساعه تسمع النغمه بعدين لحتى تطبقها. وانه كيف هي اخوه بيعزف على الجيتار كمان. حلو. فكان استاذه عاطي الغناي وانا ما عطيني استاذ الغناي، فاخذتها منه وصرت اتدرب لها وعزفتها. حلو. يعني انت اخذتها من اخوك من الاستاذ؟ نعم الاستاذ. طب هلا يعني قد ايه لك على هالآله عم تعزف؟ شي 6 سنين تقريبا. 6 سنين. بلشت تشارك بمعارض، بمهرجانات، بحفلات؟ ما بعرف. شاركت بكثير حفلات لمعهد. خلينا نحكي عنه. حفلات بمركز ثقافه ولمعهد محمود عجلان الموسيقى مع استاذه. بشي 5 حفلات يمكن شاركنا. حفلات المركز الثقافي كانت يعني تحديدا بشو؟ حفلات موسيقيه مع فرقه، مع عرض مسرحي؟ مع فرقه كامل، انه مع جميع الآلات. مع جميع الآلات يعني كورال كامل. كورال كامل. حلو. طب حضر وزيره الثقافه وكل شيء. حلو.
طيب هلا انت لما بتعزف مع مجموعه من الشباب لازم يكون في وتيره معينه، تناغم، تدريب، مو كل واحد دربنا ضلنا شهرين نتدرب. احكي لي عن هيدون الشهرين، شلون تدربتوا انت آلة قانون غيرك كمان غيرك عود، كيف تنطروا بعض؟ هلا الاستاذ حددنا مثلا بالاسبوع بنجي 3 ايام على معهد العجان الموسيقى، انه في مثل قاعه كبيره بنقعد فيه بصير يدربنا الاستاذ هيك، وحتى بيجيب الالات الثانيه وبصير يوزع بقى العزفوا هيك، ضلنا شهرين نتدرب واخر شيء عملت الكرة وكل الامور تمام. حلو. رفقاتك كانوا كلياتهم لهم نفس سنين الخبره فيني انا اسميهم بالعزف على حسب، بس في من اكثر بس عادي ما لها علاقه، يعني الاغاني نفس الواحد بيعرف يدرب اذا ضل مثلا 4-5 سنين في قدر يدرب الاغاني. طيب. استاذ البنقيه هلا بالمعهد في غيرك بيعزف قانون كمان؟ في كثير. كم واحد تقريبا؟ في شيء 10 يمكن. 10 على آلة القانون، كلياتكم نفس المستوى، في شويه فروق في كيف؟ لا في فروق اجباري، يعني مثلا انه كيف مثلا انه آلة القانون انه ما كل مثلا بصير العالم كلها نفس العزف، انه كل واحد له لحنته، انه بيعرف يعزف طريقه شكل، انه بيلحن بالغناي شكل هيك. اها بيعطي عياد. هلا هي جعفر ممكن مثلا حركه الريشه على الاوتار هيك، انه الواحد بيضيف شغلات من عنده كمان بحل الغناي هيك، هي بقى بتيجي انه من الواحد، يعني من الدفع الواحد. حلو. طيب شو في اساله غير السيده فيروز انت كمان في بيعزف لها سمعين الهوا فيروز، بس غير غير السيده فيروز في عندك لا فؤاد غازي، فؤاد غازي بتاع نورود، فؤاد غازي لك يعني غير شكل، اكثر دليل على غير شكل. هلا انت عم تعزف المصورين الشباب هون كلياتهم اندمج معك بالنغمه وبظن كل الموجودين بالكنترول. يعني موضوع مثل هيك معزوفه، يعني منا بالموضوع الحين، وهي يعني تعتبر من تراثنا، اغنيه ما بظن في سوري الا سمعانا. الدب يعني بتلاقي مطلوب منك هيك شغلات. انه هلا انا مثلا لما قلت لي فؤاد غازي فورا اعزف لنا اياها، بتلاقي هيك لازم بتحس حالك لازم تتدرب على اغاني السوريين المطربين اكثر، بياخذوا منك وقت، احكي لي عن هالتفصيل. هلا بحس انه هيك الاغاني ما بتاخذ كثير وقت، يعني عادي، غير مثلا قدود الحلبي وهي شغلات، هدول اصعب بكثير. بتعرف تعزف قدود؟ والله لسه عم تدرب هلا، يعني ما اطلب منك ولا وحده. لا لسه صعبين. ليش صعبين؟ ليش اصعب؟ انه شو انه مثلا في مثلا في مثلا ديازات وبيمولات هيك شغلات، انه تغيير عرب كثير. هيك بتصير اصعب بشوي، بس لا اذا واحد درب له بتصير هلا اكيد، بس انه بتاخذ وقت اكثر. هيك بتاخذ وقت اكثر، يعني بدها يمكن يوم يومين واحد يتقنها منيح الاغنيه الواحده الوحده. حلو. اما هودي الاغاني اسهل بكثير. طيب هلا انت هلا انت فهمت انه استاذك انت مأثر فيك كثير وخلاك تحبها لهالآله، بس مين غيره شجعك ربما اثر فيك لحتى انت تتقن هيدي؟ حتى نكون صريحين، بدها داعم، اي شغله بهالحاله بدك تشتغل فيها بدها داعم. استاذك موجود بالمعهد فقط، خارج المعهد مين كان الداعم لك؟ هلا لاهلي في دور كبير لاهلي، انهم تشجعوني وحفزوني لهالشيء وقالوا انه آلي حلوه وهيك، والله وشجعوني، وانا كنت بحبها وحبيت الاستاذ هيك، وكل مثلا قرايبين وهيك قالوا لي كمان، فقلت بسجله هيك بشوف. حلو.
بيقولوا لك انتوا قاعد بالبيت هيك سمعنا شوي كل يوم. لمين اكثر شيء بيطلبوا؟ والله بيحبوا فيروز النيل. فيروز وغير كمان لفؤاد غازي الازرق بسان ورود وحسبها شو قاعد بتدرب مثلا غناية جديدة او هيك. يعني مثلا هلا المطربين السوريين كثار، هلا مثلا فيني اقول لك عيسى مسوح تدربت تعزف له شيء لما بعد هسه اغاني يمكن صعب شوي. هي انه فيني اعزف انا ادرب له بس انه مثلا ما معي النوطة او هيك. دياب مشهور مثلا او حتى غوار دريد لحام. دريد لحام بعرف بس لسه ما تدربت له كمان. لسه ما تدربت له اغاني. يعني انت بلشت باغاني السيده فيروز. فيروز حلو. غير السيده فيروز وفؤاد غازي مين ممكن تدربت او مين بينطلب منك اكثر جعفر انه عزف لنا هيدي بالله حابين نسمعها؟ هلا بيطلبوا اني مثلا اهلي وهيك بحبوا اكثر شيء فيروز بيقولوا لي حتى العالم الثاني وهيك. حلو. طيب يعني هيدا الآلي مثلا ممكن تعزف شي نغمة قريبة على الجبلي؟ لا 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 ابدا لا. في آلات مختصة؟ في آلات. حلو. يعني هي ما بعرف اذا تسميتها صح الدوز او الرتم تبعها هو مثل اغاني السيدة فيروز هيك وقدود حلبي كمان وهيك شغلات. حلو. طيب شو حابب اسا في انت سمع، انا ما بدي احرجك اقول لك سمعني شيء او سمعني شيء بلكي ما انك محضره، شو في شيء حابب تسمعنا يعني؟ نسمع عين الهوى لفيروز. تفضل. سلم ايديك يا جعفر. هلا انت جربت تعزف مع غناء حدا عم يغني جنبك؟ جربت. كيف كانت التجربه؟ هي اصعب من الواحد يعزف لحاله مع فرقه. ليش؟ انه اوقات انه الواحد بضيع مثلا بصير يسمع صوت انه بنشلش بقى شوي بالوزن وهيك. بس هلا التدريب يعني. يعني هلا الغناء بيتطلب اكثر من اله، انت اذا كان مرافقك اله ثاني ممكن تكون العزف بيكون اسلس؟ لا كمان لسه اصعب شوي. اصعب. بحاجه لتدريب اكثر واكثر. طب ما تخليني اسالك عن طموحك مع هالآلة. انه بحب انشهر وهيك يعرفوني العالم، وحب انه مثلا صير مع الزمن اعلم معهد العجان. حلو. واخذ شهاده منه هو بيعطي معهد للدوله بيعطي شهاده. حلو. وهيك انه رح تستمر مع آلة القانون؟ اكيد. البيانو سينا؟ لا بتدرب له اوقات بس انه القانون اكثر هلا صرت بتدرب له اكثر. يعني متوقع توصل لمرحله ما عاد تعزف ابدا على البيانو؟ لا هلا شو المشكلة يعني؟ في مشكلة انه مثلا اذا تركنا انا حبيت هالآلة اكثر؟ لا هي عادي بس انه بتدرب اوقات بالبيت، ما انه مثلا انه بستمر اكثر انه بعرف اعزف اكثر بنشهر اكثر وهيك، بس هلا على القانون اكثر شيء بس بتدرب مشان ما انسى وهيك. والله انا ما بتمنى لك غير كل الخير يا جعفر. عزفك رائع، حضورك كثير رائع، بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا رب طموحك توصل له واحسن منه. بنتمنى لك يا رب
مع هيدي الآلة ونشوفك بمعارض، أو ليش معارض، مهرجانات أكثر، وليش لا تعزف مع مطربين كبار. إن شاء الله يا رب توصل لهيدي المرحلة ولكل شيء بتتمنى. شكرا لك جعفر. شكرا لكم. شكرا لوجودك. شكرا.